اشترك وخد بطاطس على الاقل تستفيد تاكل هم المم منها تحس انك في عيد نغماتي موسيقيه جدا فيديوهات تجيب ادمان ايبي جيمنج ماركه دوليه بكره نفتح شركه كمان وازيكم يا ابطال عامليني وحشيني جدا 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 وقبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام وفيديو النهارده يا ابطال حرفيا مقطع النهارده جدا جدا جامد الجزء ابطال ال22 ايوه ابطال الجزء ال22 من سلسلتنا جربنا خدع التيك توك ولكن في حلقه النهارده هتكون جدا جدا جامده في تحديث نزل يا ابطال جامد جدا في ماب البيوت والتحديث ده ليه علاقه ابطال بالحراميه وحاجات زي كده فانا متحمس ليه جدا وجات لي فكره اسطوريه في مقطع النهارده هندخل حرفيا يا ابطال على ماب البيوت لان فيها تحديث تقريبا ليه علاقه بالروبوكس وبجد بجد هيكون جدا جدا جامد خلونا يا ابطال قبل ما ندخل على الماب ونعمل اي حاجه طبعا انتوا عارفين يا ابطال بتعملوا الاول ايوه يا ابطال تحطوا حالا احلى لايك ثانيه والله يا ابطال ثانيه وانتوا بتحطوا لايك بصوا تشيرت ايبي جيمنج تشيرت ايبي جيمنج يعني المفروض تحطوا ايبي جيمنج اقوى لايك في خلاص 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 انا اسف انا حاسس ان انا ماشي اقوى لايك في الدنيا وكمان تشترك حالا في القناه عشان انا نوصل 200,000 مشترك ويلا بينا عشان متحمس جدا جدا ان احنا حالا ندخل على الماب وليتس جو يا ابطال وزي ما انتم شايفين دلوقتي حالا يا ابطال دخلنا بصراحه انا متحمس جدا انا واحد مجرد ايه ده انا ليه صغرت مش عارف وبعيط ليه يا عم في ايه المفروض يا ابطال هنروح هنشتري بيت تمام والمفروض يعني حلو جدا اللي فيه ناس عرب تمام هشتري مثلا ولنكن يا ابطال هذا البيت الجميل تمام ده بيت جميل جدا هتيجي تقول لي يا بلال ايش دخل دلوقتي احنا في سلسله يعني روبوكس دي مش سلسله خدع التيك توك هقول لك دلوقتي هقول لك يا بطل ابطال لان حرفيا يا ابطال التحديث بيخلي اي حد يقدر هنا يبعت لك رسائل ايوه طبعا اكيد انا مش هعرف ابعت لنفسي رساله ولكن بصوا ابطال بتتفتح وتتقفل بصوا نعمل كده او كده كده والله بص كده دوس 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 جامد والله العظيم جامد انا يا ابطال جربت التحديث ده حرفيا يا ابطال في مقطع ولكن المقطع ده جربته في قناتي الرئيسيه اللي فيها نص مليون مشترك على اليوتيوب ولكن ما كنتش بفيس كام ولقيت يا ابطال اللي فعلا ناس كتيره جدا جدا بتتكلم عن التحديث ده وبتقول ان هو فعلا ان فعلا ممكن زي ما الناس بتقدر تبعت لك رسائل تقدر تبعت لك روبوكس انا جيت بصيت كده يا عمي ازاي يعني هو احنا في ماب بليز دونيت احنا في دلوقتي في ماب بليز دونيت انا مش في ماب بليز دونيت فبصراحه ابطال حاجه جدا جدا غريبه وعشان كده انا مستني مفيش اي حد حرفيا بعت لي اي حاجه ولا جه اصلا خلونا ابطال طيب نكلمهم نقول لهم يا جماعه انا ايه بجيمنج اي حد انا يعني حرام السلام عليكم اهلا 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 وضع اللي مفيش اي حد عارفني اصلا يا ابطال والصبح جه خلينا دلوقتي حالا نتمشى كده ويا جدعان محدش عارفني انا بريميوم حتى ايه بجيم قالوا والله واحد عارفني سلام عليك خلينا نجرب التجربه بقول لك ايه انا في بيت 11 تعالى تعالى خلينا ابطال اشيله تمام وعايز ابطال اجرب التجربه مع ليتس جو يا رب يجي معايا يا رب يقبل اقبل بقى اقبل بقى يا ريت واضح لهم مش نسي اقبل يا باشا اقبل يا باشا اقبل بعد اذنك مش بيدوس مش بيدوس باظ يلا يا باشا تعالى تعالى معايا تعالى يا اخي ما تخافش هنروح البيت سوا يا اخي نروح البيت سوا يا اخي طب خلاص ماشي تعالى 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 معايا تعالى يلا تعالى ورايا ايوه يا ابطال حلو جدا يا ابطال ادي اول بطل حرفيا الدنيا اصلا يا ابطال يعني ما اعرفش ازاي مشت هي اقسم بالله مع ان في دلوقتي او ماي جاد انت اسرع مني طب خدني اوه يلا انا مستنيك تعالى تعالى انا مستنيك يلا تعالى يلا بينا يا ابطال انا قلت له يلا تعالى في بيقول لي في خدع او ماي جاد لقيت الابطال بقول لكم ايه بقى يا ابطال بصوا بقى عشان انا اقول لكم على جدا جدا حاجه غريبة بصراحة هي دي يا ابطال حاجة غريبة جربوا تبعتولي رسائل وهل ماشي خلونا يا ابطال بس ابعتولي الأول رسائل عشان بعدها يا ابطال نشوف وأوريكم الرسائل فعلا يا ابطال نقدر نجيبها ازاي في التحديث الغريب ده والله يا ابطال تحديث غريب أيوة يا ابطال المفروض دلوقتي قاعدين بيبعتولي في رسائل اوفوا هنا اوفوا هنا اوفوا هنا اوفوا كده ايوه وابعتوا لي بقى ابعتوا لي رسائل لما نشوف ابطال تقريبا هم الوحيدين اللي يقدروا يعني انا هجرب برضك ابطال احاول ابعت لناس روبوكس يعني تمام احاول يعني هجرب تمام المفروض دلوقتي لحد دلوقتي مفيش اي حد بعت اي حاجه انا ما اعرفش ليه يعني ولكن اما نجرب ايوه ايوه كده ابطال ايدين بالظبط ده دي اول رساله واحد بيقول لي ايوه انا ما اعرفش ايه بي والله ضيفني كل شويه ضيفني يا عم حبيبي والله بحبك بس مش كل حاجه ضيفني مش كل حاجه ضيفني ماشي حبيب قلبي حاضر هضيفك ان شاء الله والله حاضر ان شاء الله ولكن في حاجه نكمل في حد بعت حاجه طيب تاني مفيش ولكن هنا هل ينفع تبعتولي روبوكس في
في يعني هل تبعتوا لي روبوكس هنا؟ او ماي جاد، هل ينفع ابطال فعلا زي ما الناس بتقول ان فعلا الابطال يقدروا يعني الناس تقدر تبعت لي روبوكس؟ مش عارف بصراحه، حاجه جدا جدا غريبه يا ابطال ومحدش قالها قبل كده. تمام، انا حتى بسالوا نعمل كده حد بعت تاني، مفيش اي حد. عارفين هي دي الرساله اللي مليانه هاشتاج، الناس كلها بتقول لي اقبل، يعني الناس كلها بجد بجد يا ابطال بتقول لي والله مش عارف اعمل ايه، اقسم بالله يا ابطال. ايوه واحد بيقول لي نفسه، هو نفسه، مفيش غيرك يا جدع، هو مفيش غيرك يا اخي، حرام عليك، حرام عليك. بقول لكم يا ابطال دلوقتي حالا انا لازم اروح عند اي حد عامل بيت. تمام، ثانيا هقول لهم اعملوا بيوت، اعملوا كله يعمل بيت حالا. يلا بينا يا ابطال، يلا بينا عشان نجرب يا ابطال نبعت له احلى رسائل ونجرب يا ابطال هل ينفع ابطال فعلا في ماب البيوت في التحديث الجديد نقدر نبعت له روبوكس، روبوكس حقيقيه وتظهر ابطال عنده في الحساب. اما نشوف، ادي اول، ايوه اول بطل عمل بيت، ليتس جو، ليتس جو مان، يلا بينا. اول بطل من ابطال عمل احلى بيت، ده عمل زيي بيقلدني يعني يا جدعان، ماشي واضح ان كلهم هيعملوا بيت زيي. ايوه في ناس هناك بتستعبط واتس ماشي كويس، خلينا ندوس كده ونشوف ونجرب. ماشي المفروض دلوقتي انا عايز ابعت له رسالة. وات رايت ليتر، كويس كويس كويس. تمام خلينا نكتب 500 تمام روبوكس وندوس. هل كده ابطال هيجي له؟ يعني هل كده ابطال جاله روبوكس؟ انا عايز اتاكد، يعني عايز اسال ابراهيم بصراحه، هل كده جالك روبوكس يا اخي اللي بتشني؟ انا شايفك انت فاكر مش اوعى الديل. ماشي خلاص، ايوه هنشوف ابطال كده هل هو هنا جاله روبوكس كده. طبعا نقدر ندخل البيت، ندخل البيت بتاعه عادي ونايم ولا انت فين يا عم ابراهيم؟ انت فين؟ او ماي جاد احنا كلنا دخلنا البيت، انا اسف بدون استئذان، والله انا اسف بجد. اما نشوف بيقول لي ثواني اشوف، او ماي جاد بيشوف، والله متحمس جدا، عايزين بقى نروح بقى البيت. ايوه بقى البيوت، لا تجربه فاشله، بس التجربة فاشلة. خلاص خلاص عادي. ايه ده؟ طب وابعت للبيت ازاي؟ انت كسبت معانا كام؟ 500 روبوكس، 500 ايوه روبوكس وندوس. يا رب يا ابطال هل كده جالك روبوكس؟ هل جالك كده روبوكس؟ اما نشوف كده يا ابطال، نطلع نساله. هو ده صاحب البيت؟ الو يا نجم تعالى يا بطل. ايه ده؟ السلام عليكم، بقول لك يلي لابس ايه ده؟ يلي لابس اصفر، انت انا بعت لك رساله، انت جالك الناس كلها بتقول ممكن يا جدعان روبوكس. ماشي لو على روبوكس فا خدوا اديله كده وكده، انا عارف اللي هي فيك. او ماي جاد يا ابطال، ولكن خلونا بس نتاكد يا ابطال من اللي بيحصل دلوقتي حالا. تمام، لان انا مش متاكد بصراحه هل فعلا ابطال الموضوع ده بيجيب روبوكس. مين اللي لابس اصفر اللي جوه ده؟ هو ده لون اصفر ولا لون جديد؟ ما هو لون اصفر واضح اللي هو مش مركز معانا خالص. ده راجل اتشهر يا اخي، ده انا شهرتك يا اخي، والله مين اللي عايز يشني؟ يا عم خلاص يا عم، ما علينا، خلينا دلوقتي ابطال ننزل. واو الحمد لله ماشي كويس. للاسف ابطال ما ردش عليا، للاسف ابطال الناس بتقول لي عايز روبوكس. انت قلت له انت جالك، بيقول لي دي مش روبوكس، دي مجرد رساله. يعني بس يا ابطال مجرد رساله. ماشي خلينا برضك نجربها مع كذا بيت يمكن يا ابطال. اما شو نكتب كده 500 روبوكس منشوف، هل كده جالك روبوكس؟ والله يا ابطال منورين الناس اللي في السيرفر، اقسم بالله زي العسل، والله العظيم بحب قوي 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 اتصور معاكم مقاطع، والله العظيم السيره دي المبتسم على الجنب ده. خلاص خلاص يا جماعه، ايه ده في ايه كل الناس ايه ده؟ الو يا ما اعرفش ايه، ماشي ما شاء الله ربنا يزيدك، والله حبيب قلبي، والله حبيب احلى احلى بوسه في الدنيا. ولكن انا عايز اتاكد، طيب انا عايز اتاكد، ايوه احنا الابطال حبيبي والله. طب جالك روبوكس؟ بيقول لي لا. كل شويه لا يا جدعان، مفيش حد هيجي له روبوكس، يعني فيديو دي تجربه فاشله. ولا نكتب كده ابطال 500 روبوكس يا ابطال، انا كاتب روبوكس صح ولا غلط؟ مش عارف بصراحه، ولكن هل جالك روبوكس ولا لا؟ اما نشوف يا ابطال، ادينا قاعدين مستنيين. هو ده ابطال، ايه فكره المقطع بصراحه؟ فين التحديث ده يا ابطال؟ تحديث الرسائل اللي انا يا ابطال اقدر ابعت لاي حد حرفيا عامل بيت يا ابطال روبوكس او رسائل عامه، ولكن جه في بالي اللي انا اقدر ابعت له روبوكس بجد، ودي حاجه جدا جدا مجنونه، مستحيل ازاي يا ابطال هيكونوا هم غلطوا في حاجه زي كده. مين ابو راس اللي عايز يشيل؟ والله خلاص يا لهوي، ده كان هيتيك بيا عامه يا ابطال. هو بيقول لي ما فهمت، وات
ازاي يعني؟ بيقول لي بلال انا طالع ما اعرفش ايه. خلاص ماشي اوكي. عامه ابطال نشوف ناس تانية عامل بيوت. او ماي جاد مفيش اي حد. ايه ده؟ هو ده. او ماي جاد تعالى بطل ابطال. خلينا نكتب كده 500. حرفيا انا قاعد بوزع روبوكس مجاني، ولكن يعني انا بجرب. انا نفسي والله ابطال يعني لو ضافوا في ماب البيوت حاجه زي كده هخلص كل روبوكس اللي معاه. مش قوي كده يعني، بس انا هبعت لكم روبوكس يعني شويه. ما علينا ابطال، خلينا دلوقتي حالا نخش كده. ار يو ايوه بص خلينا ايوه بصور مقطع. والله يبقى مقطع جامد. ايه ده؟ السلام عليكم. ايه يا بلاد بتدور في الحمام عليه يعني؟ ايه ده؟ خلينا ابطال كده نعمل كده نشوف اي منزل تاني. جالي بتقول ايه؟ جالي روبوكس. انت بتهزر؟ انت فين؟ مين ده اللي بيقول جالي روبوكس؟ انت فين؟ الولد ده لازم اروح له، الولد ده لازم اروح له، اللي بيقول جالي روبوكس ده وات ذا؟ يا جدعان يا جدعان ما تهزروش معايا، واحد قال لي في السيرفر جالي يا جدعان. مين اللي قال لي؟ مين اللي قال؟ جالي روبوكس فين 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 فين؟ انت فين؟ انت فين يا احمد؟ انت فين يا احمد؟ لا 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 لا. احمد فين يا جدعان؟ والله العظيم انا لازم اشوفه واتكلم معاه، مستحيل. بقول لكم ايه، هو فين احمد ده؟ اقسم بالله يا جدعان ده كتب لي انا جالي روبوكس وانا كان بيضحك عليا. تتوقعوا كان بيضحك عليا؟ انا مش ايوه بيكتب ابطال، عارفين ابطال بيكتب دلوقتي حالا. شال الرساله بقى، بيقول لي انت فين يا بلال؟ مش هو اللي بيقول يا جدعان يا جدعان؟ حرفيا ناس كتير قوي اقسم بالله بتكتب. انا بحاول اركز مع الرسايل، مش عارف اركز مع مين ولا مع مين، ولكن انا احمد. طيب هو ده ابطال. طيب فين بيتك؟ ما نشوف ابطال فين بيته. هل هو اصلا ابطال عمل بيته؟ ولو ما عملش بيته هو بيكذب عليا وبيضحك. مش بيكذب، اسمها بيضحك عليا. تمام اما نشوف ابطال. هو لابس التيشيرت بتاعه ولابس كنان مخيف. تمام انا حفظت شكله خلاص. ايوه انا. طب ماشي يا باشا فين بيتك؟ هو ده اللي بيشني؟ لا ده سولوم يا عم سولوم. اما نشوف واضح كده ابطال هو بيهزر معايا. بتهزر معايا ليه يا عم؟ حرفيا يا ابطال بجد عايزكم حالا تجربوها مع التحديث الجديد، وتجربوا تبعتوا لكل اصدقائكم تكتبوا 500 روبوكس 1000 مليون اي رقم، وتسالوا ابطال صاحب البيت ده بتعمل ايه يا عم؟ بتعمل ايه يا عم سولم؟ وتسالوا ابطال صاحب البيت ده تمام هل فعلا ايه ده؟ ماشي. وتسالوا ابطال صاحب البيت ده هل فعلا ابطال جاله روبوكس ولا لا؟ ويعتبر بس كده باختصار شديد الجزء ال 22 خلص يا ابطال في ماب البيوت. وبجد بجد الجزء ده يكون جدا جدا مميز، لان فعلا الحديث ده ابطال فتح دماغي على حاجات جدا جدا ليها علاقه بروبوكس. وما اعرفش بقى كابتن الموضوع ده حقيقي ولا ايه، ولكن يعتبر بس كده مقطع النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم مقطع النهارده. ما تنسوش تحطوا حالا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ما هتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجديده. يا نهار ابيض مين اللي سرق بيتي؟ عادي بقى انا معايا فلوس كتير يعني ممكن ابقى اشتري بيوت ثانيه. عامه وبس كده جيمنج اكسوي سلام.